أول مرة رح أتحدث عن موضوع المعلقين بشكل سلبي بمواقع التواصل. قبل شوية في إحدى الصفحات مشكورة أخذت كلام مني طريف، وهذا الشيء الكلام مالتي إجا ردا على تعليقات كثيرة ورسائل كثيرة توصلني. اتفاجأت إنه في ردود فعل سلبية من النساء، وأني أشوف المرأة هي عنوان الأنوثة وعنوان الرقي وعنوان الجمال الأخلاقي. فأنصح كل مرأة من تدخلين تعلقين حبيبتي هذا يمثلك، هل يمثلك التعليق بشكل بذيء على مرأة؟ هل يمثلك النزول إلى مستوى تكذيب الناس وقذفهم؟ سؤال يعني يطرح نفسه، ليش؟